السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه يا رب. اليوم جيت نهضر لكم على لي طابلو اللي صوبت بالثوب، كيجيو مزيونين وراقيين، تيمكن لك تستعملهم في لي صالون او لا في لي سيجور، وتيطيحوا رخاص واقتصاديين. وبالنسبه لشنو كنحتاجو، كنحتاجو طرف ديال الخشب يكون طويل، تنقطعوهم نجار بالشكل اللي بغينا وفي العبار اللي بغينا، بالطول او لا بالعرض. انا خديتو كاري. الطرف ديال التوب كما بغى يكون، كيقدر يكون شاطلك مثلا من شي سيجور ديالك او لا صالون، او لا حبيتي شي شكل اخر كتمشي تاخديه من عند مول طلامط. نقص باش كنقطعو التوب وغرافوز، واللي ما عندهاش الغرافوز يمكن لها تلصق غير بالشمع، الشمع ديال الفردي ديال البيستولي اللي كنلصقو به. كنقاد دابا الكادر باش غادي نطرقو بالغرافوز. كقلت لكم انا خديت هذا الشكل كاغي، انت هنا كيمكن لكي تختاري اللي بغيتي. كنضربو بالغرافوز من داك الجنيبات، يعني حتى الغرافوز ما كيحتاجش شي عدد كثير ديال لي زاغراف. كنجمعوه من جميع الجوانب ومن الفوق ومن التحت، يعني كندير لي زاغراف من الفوق وكنولي نقلب الكادر ونولي عاوتاني نضربهم باش ما كيتحليش. واللي ما عندوش هاد الكرافوس يمكن له يخدم المسمار الصغير، يمكن له يخدم به حتى هو صالح. دابا كنجيب التوب وكنطلقو، كنحط عليه الكادر باش كنشد العبار، وتنفصل تنخليه شي شويه شايط على حساب لا بغيت نطويه يجيني نيشان مع الخشبه. فقلت لكم ساهل في دغيا دغيا كتصوبيه، يعني في ربع ساعه بامكانك تصوبي طابلو، تيجي مزيون تيطيح عليك رخيص، وتتصوبيه بالشكل اللي بغيتي انتينا واللي حبيتي، يعني على شهوتك، يعني كيكونوا باثمنه خياليه في لي غون سيرفاس. يمكن لك تصوبيه نتيا وحديتك اقل من 15 دقيقه. دابا كنجمعوا التوب وكنجبدوا في نفس الوقت، كنجمعوا بعدا من الجناب ديال الكادر كاملين، كندير واحد جوج ضربات ولا ثلاثه بالغرافيت اولا بالشمع الا كنتو غتخدموا بالشمع، غير باش كيعطينا الفورما. من بعد عاد كنفينيوه. هانتوما كتشوفوني كنجبد دابا التوب، دابا كنفينيه، كنفينيه من جميع الجوانب وحتى من داك الجنيبات، كنجمعو مزيان باش ما كيجينيش التوب باين بانه مرخي، يعني كنجبدو مزيان وتنفينيه مزيان باش تيجي عاطي مطوندي. واخا كتعلقيه ما كيبقاش باين لي دوفو اللي فيه. لكم بسهوله كيمكن لك تصوبي الكادر اللي بغيتي والشكل اللي حبيتي. كتمشي غير عند مول التوب مثلا وما كانش عندك في الدار، كتختاري هكا شي شكيل رومي اللي غيصلح انه يجي طابلو وتتاخديه. انا اختاريت هاد الشكل، هاد اللون هذا واللون الاخر اللي ديجا وريته لكم في بدايه الفيديو ديال الخريف، هادو وراق ديال الشجر، والاخر حتى هو خديت فيه داك الالوان الدافئه ديال الخريف، تيجي فن، تيجي صراحه كلاس، انا عجبني بزاف. إلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد اللي كنصوب. هاد القناة صراحة فتحها باش نفيد الناس بالأفكار اللي عندي واللي كنستعملهم في داري. هانتوما كي كتشوفوا الشكيل ديالو، ها هو دا معلق، تيجي صراحة غزال وكلاس، راقي بزاف. وما تقوليش عليه أنه مصوب في الدار، تقولي عليه يعني مشري من شي كغون سيرفاس، ولكن هانتينا مصوبه بيديك طايح عليك بثمن بسيط جدا، يعني ثمنه صراحة كيتراوح ما بين واحد 20 درهم حتى 25 درهم باش طاح عليا بالتوب كلشي.
وانت مصوبه طابلو غزال في دارك بالشهوه ديالك وباللون اللي بغيتي وحبيتي.